فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: البعض ينشغل بوسائل التواصل عند جلوسه مع والديه أو جلوسه في البيت تاركا أبناءه، كيف يوفق الإنسان في استخدامه لهذه الوسائل؟ والبعض من يصور أبناءه وينشره عبر برامج التواصل. لا شك أن وسائل التواصل مشغلة، ووسائل التواصل فيها خير كثير وفيها شر كثير، والموفق من عباد الله من انتفع بخيرها وأوصل من خلالها الخير إلى الناس ولم تشغله عما هو أهم منها. يعني اتصف بالصفتين: انتفع بخيرها وأوصل من خلالها الخير إلى الناس ولم تشغله عما هو أهم. ولا شك أن من المشكلات المعاصرة انشغال الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، حتى يكاد ينشغل الناس عن الصلاة في المسجد لانشغالهم بها. ربما رأيت الصلاة أقيمت وكبر الإمام تكبيرة الإحرام وترى رجلا جالسا في آخر المسجد يلعب في هاتفه، يتابع الأخبار، يفعل كذا، يكتب تغريدة. ولا شك أن هذا من مساوئ هذه التواصل هذه الوسائل. ومن مساوئها انشغال الناس بها عمن ينبغي أن يكرم ويعتنى به، فأصبح الزوج ينشغل عن زوجته بها والزوجة تنشغل عن زوجها بها، فلا يكاد يتحدث الزوجان مع بعضهما، بل ربما بلغ الحال أن الزوج أصبح يكلم زوجته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يجلسان على سرير واحد وهو يكتب لها وهي تكتب له، وربما انشغل الشخص عن أبيه وأمه بوسائل التواصل، ربما أمه تحدثه وتسأل عن أولاده وهو مشغول يكتب ثم ينتبه ها كذا. وهذا في الحقيقة من المشاكل. ولذلك أنا أرى أن من الخير للمسلم أن يخصص له وقتا لهذه الوسائل، ساعة أو نحوها في وقت ما، هذا أولا. وثانيا أنه إذا دخل بيته أغلق هذا الهاتف وانشغل بأهله وزوجته، ثم إذا وجد فراغا فتح. وإذا وصل إلى بيت أمه أو بيت أبيه قبل أن يقرع الجرس أغلق الهاتف حتى يخرج من البيت. ومما سمعناه أن امرأة كبيرة في السن رأت انشغال أبنائها بهذه الهواتف، يدخلون كل واحد ممسك هاتفة، فوضعت سلة عند باب البيت، عند الباب من الداخل، وقالت الذي يدخل يضع هاتفه في هذه السلة وإذا خرج يأخذ هاتفه. وهذا شيء حسن وطيب، فينبغي علينا يا إخوة أن نرشد استعمالنا لوسائل التواصل الاجتماعي. أولاً أن نسد باب الشر فيها، فنبتعد عن أهل الفتن والشرور، وثانياً أن لا نجعلها طاغية على وقتنا ولا آكلة لوقتنا. للأسف اليوم تسأل مسلماً كم قرأت من القرآن في يومك؟ يقول: ها اليوم والله ما استطعت، مشغول.
طيب كم تغريدة قرأت؟ قال حول 1000. ما عندك وقت لتقرأ القرآن، لتقرأ كلام الله الذي كله بركة. ووالله إن قراءة القرآن تنزل البركة في اليوم، وكلما أكثرت من قراءة القرآن زادت البركة في يومك. تقول ما عندي وقت لأقرأ القرآن، وعندك وقت لتقرأ التغريدات وتقرأ كذا وتقرأ كذا. ينبغي أن نرشد يا إخوة الأمر، وأن ننتبه لهذا الأمر الذي يعني يدخل علينا كثيرا من الضرر والشر.